الريديشن، فيجيبوهم يكونوا موجودين. لان انت لما يبقى عندك صناعه طاقه شمسيه، ما هي عايزه صناعات مغذيه، عايزه صيانه وعايزه فنيين وعايزه مهندسين وعايزه قطع غيار وعايزه 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 وعايزه، فيهمهم ان يبقى لهم رد في مجال البحوث والتطوير في ابحاث الخلايا الطاقه الشمسيه في مصر. ده سبب. سبب تاني، الواح الخلايا الشمسيه دي اللي موجوده في الصين او اللي موجوده في المانيا او اللي موجوده في اي مكان تاني، كفاءتها مش هتبقى نفس الكفاءه في مصر زي الصين زي المانيا، لان درجه حراره مختلفه، عوامل جويه مختلفه، غبار واتربه في الجو مختلفه، كل دي بتاثر على كفاءه الخلايا الشمسيه. فمحتاج بحوث وتطوير عشان تحسن كفاءه الايه، فهم محتاجين شريك في مصر وفي المنطقه. الحمد لله الاكاديميه ناجحه انها تبقى الشريك. احنا استفادتنا بقى المباشره من الموضوع رهيبه. رهيبه متمثله في ان انا بقول لك دي التحالف ده من افضل 10 شركات بتنافس على السوق العالمي للطاقه. فلما احنا في بقى شراكه معاهم، لما يوافقوا ان احنا نعمل معمل مشترك، والمعمل ده هيبقى بمثابه خط انتاج صغير، يعني ما هوش نظري، مش تطبيق نظريه وش، ده تطبيقي لدرجه انك هتبتدي من اول ما بتبتدي اول مرحله لغايه ما بتطلع البانل وتختبرها، كل اجهزه والمعدات دي في نقل تكنولوجيا. نقل التكنولوجيا الدول ما بتنقلهوش ببلاش، في حقوق ملكيه. يعني انت لما معروف كده ومن المتعارف عليه انك عشان تنقل تكنولوجيا معينه بتدفع 30% من قيمه التكنولوجيا دي، حق لنقل التكنولوجيا. واخد بالك ازاي؟ احنا الحاجات دي هنعملها ببلاش. يعني ده هيفتح قدامنا المجال ان احنا يبقى بعد كده من السهل ان يبقى في مصانع انتاج الواح شمسيه بالتكنولوجيا القديمه. يعني من السهل ان احنا نتعمق في صناعه الطاقه الشمسيه.